سؤال صالح معلش، أنت صاحب الغني المزاجي بعضين لكن مزاجي، أو فقير وسمح؟ لا والله سمح وفقير، والله أنا أحب لمن ذا أبو فلوس وشايف نفسه. أنا عارف أبو فلوس يمكن يهيني، يعني مزاجه مرة بيكون مبسوط يمكن تملك قصر في لحظة. كذا جل مزاجي يعني. لا والله السمح، ودي أخاوي السمح اللي على ما قال على جوي وعلى مزاجي وعلى وضعي. أبو مبارك ها؟ أبو مبارك واضح فقير سمح وغني مزاجي. إيه والله نسمع احنا، نسأل الله ان الله يرزق الفقير ان الله يرزق ابو خوي يمشي على طرقه سمح مثله، والمزاج ذا انا بعرف له، انا اقلب على مودي بس هو يجي، هو وناشد يغني مزاجي يجي، انا ضبطه انا يغني مزاجي والله ما عاد يتمزج، نخليه يضحك ابو رزاقه. والله انا صراحه ابو رزاقه مشروع شب عمك شيء اسلم الغني كل يوم مزاجي هو ولا حزات ولا وقتي وقت عندي سؤال ثاني اذا عرفنا برزيقه تبي دلاعب. لا والله اني انا والله اني افضل الفقير السمح الصراحه، لان وبعدين سمحي لوين كمل. شف بعلمك شيء، احنا الحين يعني في الاعلام وعارفين يعني في من اخويانا ما شاء الله يعني الله معطيهم الله معطيهم وصاروا اثرياء. صراحه ما نحب جلسته، تحب ربعك الاولي، تحب ربعك الاولي راعي دلت الغمارتين وراعي والله ما انا والله اذا رجعت يقول ولا اقطع مرودك، يقول رايد الكرعاني اصدقاء الطفره وقل للدراهم ونجي. يا سلام انتم اجمل ما ثبت في ذكرياتي. الله اصدقاء المصلحه ماني بواهم منكم العن من عرفته في حياتي. انا صراحه بعض المرات يعني اقول في اخويا يعني نقابلهم يعني بسيطين بس والله الجلسه ما تمل معه. وانا صراحه من انا شخصيا يعني والله ولا رياء ولا سمعه، انا احب صراحه اني اكون مع الشخص السمح الشخص البسيط الفقير اللي يعني المسجد البيت تاكي يبي بس ولا والعشاء قطه والعشاء هذا ذا عاشقه مره. يا سلام. طيب السؤال يقول هل تفضل أن يكون لديك زر لإيقاف مؤقت في حياتك أم زر لترجع الوقت ترجع وقتك شوي الماضي يعني كمان برزيقة؟ أنا والله توقف حياتك مؤقت؟ لا أبي رجع الماضي والله ليش برزيقة؟ اقول لك ليش يعني. اي صدق بيلك قاعد اسمعنا يا احس السنين طارت بسرعه ونرجع شوي في اشياء بي ترجع يعني احنيت ابي اعدل بعض الامور ابي اسوي بعض الامور ابي انجز بعض الامور بس الوقت جالس يمشي يعني انا ما ودي اني اوقف حياتي انا ودي انه يرجع ترجع بعد ارجع كم سنة والله ودي يرجع 14 سنة 13 سنة خله يرجع بس 14 سنة ولا 15 يلا ما مشكلة والله العظيم خله 15 يلا. طيب صالح انا والله يا ابو عبد الله يرجع الوقت ورا لان في بعض الفرص اللي جت كنت يعني تهز الزمن يرجع تسرع فيها صراحة ورا ولا الليالي.